خسائر بالمليارات، يعني المليارات يعني مخزن بصف مخزن. وانت قيس هسا صار ذاك اليوم هنا عندنا حريق في منطقه السنك يم الكنيسه، يعني اخذ 4 مخازن ومتروسات ترسي، يعني من نشوف تبوع عليهم، يعني حتى ابو المحل همين بعد ما يقدر كل شيء يسوي. ما قاعد نشوف يعني قرارات صارمه من قبل وزاره الداخليه وبالخصوص مديريه الدفاع المدني. احنا شفنا قبل فتره اجت الدفاع المدني من صار حريق السنك، شفناهم اجوا وهيك وبعدين ما اعرف يجي ويقول لك لك مهله 3 ايام، وراها ال3 ايام اختفوا، بقى نفس السندويش وبقى نفس الخربطه وبقت نفس العشوائيات. فمشكله يعني ما قاعد تتعالج، المواطن همات ما يتعاون، يعني لا اكو منظومات حرائق موجوده بشارع الرشيد ما قاعد الناس تروح تشتريها. يعني انا احكي لك انا صاحب محل، يعني انا من تقول لي وين مخزنك اقول لك مخزن باطراف بغداد. ليش؟ لان انا بالنسبه لي ما مستعد انه اخسر بضاعتي بسبب العشوائيات وغيرها. بسبب الاهمال وبسبب الناس اللي ما قاعد تقدر الاخرين قاعد يصير الحرائق، هاي الحرائق المفروض المخازن تكون باماكن مخصصه، مو هنا مسوي مخزن هنا مخزن هنا مخزن وبالاخير يصير حرائق والناس تتاذى بسبب الاهمال. المشاريع التي احيلت للتحقيق عن طريق الدفاع المدني كلها مخالفه للقوانين، يعني يفترض ان هناك رقابه حكوميه مسؤوله تحقق وتدقق في بناء هذه المشاريع، لكن يعني من امن العقاب اساء الادب. اهلا بكم. كل الطرق تؤدي الى لبنان، هذا هو النداء في العراق. تضامن انطلق من بيان المرجعية العليا في النجف الأشرف، استجاب له الجميع، قوى سياسية وشعبية، حكومة ومؤسسات، هيئات وعتبات، مواكب وحملات لجمع التبرعات، المقاومين الأبطال، هكذا وصفهم الإمام. فمن كان منكم مشككاً أو متراجعاً أو متردداً بدعم المقاومة فليراجع نفسه أو يعود للمواقف والآراء. كل جهد ممكن يجب أن يكون حاضراً، هكذا أوصانا القائد. عدوان همجي يجب أن يقف عند حده مهما كانت سبله أو ضريبته. لا تقلقوا رجال حزب الله أبناء ميادين الجهاد والقتال، لا تقفوا أمامهم هجمات ولا توقفهم مسيرات، لا منظومات تردع صواريخهم ولا حدود تقف أمام عزمهم. أما من حاول استفزازهم فهو يعبث بعدادات البقاء ولا مصير أمامه إلا الزوال. فهل وصلت الرسالة أم أن الفزع العراقي سيكون صداها أوسع؟ ترقبوا فقط، فما أيامكم إلا عدد، وفي الملمات الكل يقف جنباً إلى جنب لنصرة مشروع واحد قائم لحين ظهور القائم. إذن مشاهدينا، ملفنا الأول سيكون عن إحالة مديرية الدفاع المدني ما يقارب 2766 مشروع مخالف إلى التحقيق خلال عام 2022.
2024. نناقش هذا الملف لكن بعد فاصل قصير. إذن مشاهدينا أجدد الترحيب بكم. سيكون معنا في الاستوديو مدير إعلام مديرية الدفاع المدني العقيد عبد الرحمن حسين. مرحبا بحضرتك سيادة العقيد. وأيضا الخبير الاقتصادي الأستاذ علاء الدلفي. مرحبا بحضرتك. أهلا بجنابك سيادة العقيد. بداية أسألك، 2766 مشروع مخالف خلال هذا العام، شنو أبرز المخالفات اللي رصدتوها ولماذا هذا العدد من المخالفات تم إحالته للقضاء لهذا العام فقط؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة لقناتكم ولكافة العاملين ومشاهديكم ومستمعيكم. طبعا قبل ما نبدأ بالإحصائيات، هناك عوامل، هذه العوامل تساعد على انتشار الحوادث. العوامل هي ثلاث عوامل. أول مرة العامل الهيكلي لأسواقنا التجارية، والعامل الثاني هو العامل التشغيلي، والثالث هو العامل البشري. هناك يعني هيكلية سيئة لتصميم الأسواق التجارية اللي عندنا داخل بغداد والمحافظات، لم تكن على أسس هندسية وعلى أسس رصينة. هناك أكشاك وهناك تصميم عشوائي، بناء غير مدروس، بناء هندسي غير جيد، خزن غير جيد. هذه كلها تدخل بالعوامل البنى التحتية للأسواق. العامل التشغيلي، هناك عوامل تشغيلية، يعني مثلا أسواق نجد فيها مواد مسرعة للحوادث، بجانب أسواق صناعية، بجانب أسواق تجارية. هذا سوء التنظيم أيضا يساعد بانتشار الحوادث. وهناك العوامل البشرية. احنا قبل البشرية حتى من تجاوز هذه النقطة، سوء التنظيم يحتاج إلى تنظيم. شلون نقدر اليوم ننظم والمسؤولية تقع على عاتق من؟ طبعا كافة الأبنية تحال إلى مديرية الدفاع المدني. زين، مديرية الدفاع المدني راح يكون عملها بشقين. الشق الأول هو الشق الهندسي، ماذا تحتاج هذه البناية من أمور هندسية، من أسس هندسية، من غرف حصينة، من ملجأ. هذا الشق الهندسي. الشق الفني، ماذا تتطلب هذه البناية من وسائل وقاية وسلامة، من منظومات انذار مبكر، من منظومات الهوز رويل، من عدم بناء بالسندويتش بانل، عدم البناء بالأليكابوند، بالسقوف الثانوية المسرعة للاشتعال، تهيئة المطافة، وسائل الإنذار. هذه كلها نضعها أمام صاحب المشروع قبل حفر الأساس، يعني بعده الأرض. هذا بالنسبة للإنشاء الجديد. أنا أريد أخذ مثلا، نتحدث وياك على فد نموذج، خلينا نأخذ الشورجة كنموذج. الشورجة، إيش قد نسبة المخالفات الموجودة اليوم بالشورجة، سواء كانت مخازن المواد المخزونة، المحلات، العرض، غيرها، السندويتش، البلاستيك؟ طبعا منطقة الشورجة راح ناخذها كنموذج. منطقة الشورجة كثيرا من المخالفات وكثير من المشاريع محالة إلى جلسة الفصل. ايش قد نسبة المخالفات؟ انطيني نسبة تقديرية. طبعا النسبة اللي جنابك ذكرتها هي 2000 و لا لا، على الشورجة نتحدث كنموذج. نعم، مو شورجة تنقسم نصفين، نصف داخل مركز دفاع مدني الشورجة، وقسم داخل على مركز دفاع مدني باب المعظم. القسمين المركزيين هم هدفهم واحد وكشوفاتهم، يعني أحد المواطنين ذكر أنه جاء الدفاع المدني وراها 3 أيام اختفى. احنا عندنا قانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013، المادة 11 الفقرة 6، إجراء الدفاع المدني كشوفات لكافة المنشآت. احنا نجري كشف، يعني الكشف الأول بالنصف الأول من العام، والكشف الثاني بالنصف الثاني من العام، متابعة للكشف الأول. الكشف الأول نثبت متطلبات الوقاية والسلامة للدفاع المدني في أي مكان بالشورجة. ورا 6 أشهر يلا ترجعوا لهذا. نعم، مو احنا نصنف المشاريع كافة أليف وباء وجيم. أليف دوائر الدولة،
وباء القطاع المختلط وجيم القطاع الخاص. هذا كل قطاع له كشف مرة بالنصف الأول ومرة بالنصف الثاني. يعني إيش قد تتوقع مثلا منطقة الشورجة كم دائرة كم محل كم مشروع مختلط؟ هذا احنا يعني هذا الكم الهائل. نعم انا اليوم اذا اريد اقدر مخالفاته ما تقل عن 70% بالشورجة مخالفات. فقط فد ملاحظة خل جنابك وللمستمع الكريم. احنا من نثبت مخالفة، انت صاحب مشروع زين. صاحب عمارة، ثبتنا عليك مخالفات، ما نقول لك ورا 3 أيام زيل المخالفات. يعني مثلا انت مغلف عمارتك بالاليكابون وعندك سقوف ثانوية وما موفر منظومة الاطفاء، ما من المعقول احنا نقول لك في 7 أيام او 10 أيام، نعطيك مهلة 60 يوم. زين. هاي 60 يوم راح انت اولا القدرة يعني قدرتك لازالة هذه المخالفات، ثانيا احنا ما عندنا مثلا الدفاع المدني عنده عصا موسى كن فيكون، احنا عندنا قانون. زين. لا نعمل تحت القانون ولا فوق القانون. القانون يقول انه نكشف لك كشف اول والثاني متابعة. الكشف الاول نثبت متطلبات الوقاية السلامة ونثبت وإزالة المخالفة. إذا بعد شهرين ما نفذ التعليمات ورفضت أيضا المخالفة، راح نحيلك إلى جلسة الفصل. زين. جلسة الفصل محكمة مصغرة داخل الدفاع المدني يرأسها السيد مدير الدفاع المدني اللواء الحقوقي. كل المخالفين يطبق كل عليهم المخالفين. كل المخالفين المفروض، إذا كل المخالفين المفروض هسه ما نشوف مخالفات. حتى تعرف إنه ليش المخالفة باقية. جلسة الفصل راح نناقش ملف ملف أسباب عدم تنفيذك لهذه الوصايا والإرشادات. ما امتثلت راح نحيلك إلى المحاكم الجزائية. يعني المواطن ننطيه كشف أول وننطيه كشف ثاني ونحيله وما يلتزم، فنضطر أنه نحيله على المحاكم الجزائية. وتم إحالة يعني من 1/1 لغاية 1/30/8 516 ملف حناء إلى محاكم الجزائية، راح يكون وجه بوجه مع القانون. إضافة نقطة مهمة، الدفاع المدني ما عنده الصلاحية بالغلق. هذه وفق المادة 10 من صلاحيات السيد محافظ بغداد أو محافظ المحافظات. زين. بغلق هذه المشاريع. سيادة العميد، أنا أسألك، الصلاحيات الممنوحة لكم كدفاع مدني للسيطرة على هذه المخالفات كافية للتماشي مع الوضع لو ضعيف؟ سؤال جيد. طبعا المادة 20 و21 من قانون الدفاع المدني، هذه العقوبة اللي بهذه المادتين مع التوسع العمراني والنهضة العمرانية والصناعية لا تتناسب مع حجم المخالفة. لذلك مديرية الدفاع المدني قدمت مقترح تعديل وإضافة 5 مواد وحاليا في مجلس النواب، ونتمنى التصويت عليه لتكون العقوبة أشد، يعني من 1 مليون إلى 10 ملايين المفروض، من حبس إلى غلق. وهذا المشروع قدم إلى مجلس النواب. جيد. ونتمنى أن يتم التصويت عليه بأسرع وقت لتكون العقوبة أشد. جيد. أحد المواطنين قال أنه من أمن العقاب سائل أدب. إحنا ما نريد نقول سائل أدب، لا إحنا ما نقول سائل أدب، ولكن خالف. زين. إذا تسمح لي أستاذ علاء، أجدد الترحيب بحضرتك وأسألك أنه ليش ما نشوف معاقبات حقيقية؟ تعرف اليوم إذا تفرض غرامة على المخالف راح يلتزم إذا كانت صحيحة وتطبق على الجميع بدون فساد، بدون واسطة، بدون رشوة، بدون غيرها. القانون ينفذ المفروض على الجميع. إذا كانت هناك مخالفات حقيقية وعقوبات حقيقية راح نشوف بقاء الوضع مثل ما هو عليه. تعرف هذه الحرائق تأثر بنسبة كبيرة على الواقع الاقتصادي، على الكثير من الأمور الأخرى. ليش ما نشوف توجه حقيقي بهذا الاتجاه؟ ما شاء الله الحكومة تحب الإيرادات تزيد. طبعا. بداية تحية لك ولضيفك الكريم ومشاهدي قناة الأيام. الحقيقة إذا ما يكون هناك تعاون بين المواطن وبين الدفاع المدني وبين اللجان التحقيقية الخاصة بتشخيص مواقع الخلل في أصل البنايات، يمكن السيد العميد ما جاوبك على سؤالك حول نسبة المخالفات اللي موجودة بال. أخذنا الشورجة كنموذج. أخذنا الشورجة كنموذج. أنا بتقديري 90% مخالفات. بالشورجة. طبعاً. والخطورة بالشورجة 99.9%، لأنه قنبلة موقوتة، الأغلبية من عندهم يبيعون العطور هاي البخاخات وأنواع. صح. هاي كلها. صح. قابلة للاشتعال، حتى بها قانون يمكن يدري السيد العميد يمنع بالطيارة
صعودها بالحقيبة اليدوية هذا يسبب مخاطر كبيرة. عندنا قانون وعندنا جهات رقابية وعندنا متابعة. نعم. نعم. ليش اليوم المخالفات أكثر من 90%؟ لأنه ماكو عقوبة رادعة جدا. يعني أكو إحنا أسب يمكن إحنا حكينا قبل دقيقة قلنا من أمين العقاب سائل أدب. مو هذا مو سائل أدب بس سائل أدب ودمر الآخرين نتيجة إهماله تأثيره مو فقط عليه لا 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 مو عليه هو شخصيا. أنا أتذكر حادث يمكن يحضرني به السيد العميد في نهاية عام 2022 احترقت بناية كاملة في شرجة الوزيرية اللي هي مال العطور بالأخير انهارت. يومين يكافحوها رجال الإطفاء مخزن الدفاع المدني. نعم. يومين ما انطفت راح ضحيتها 10 أشخاص ماتوا بيها يشتغلون بداخل البناية هاي. ليش ما طفت؟ لأنهم عبارة عن مخزن كامل للعطور. إيه بالله عليك أنا أسألك مخزن للعطور مواد سريعة الاشتعال داخل كرفانات سندويتش بانل بمنطقة مكتظة بالمواد القابلة للاشتعال سريعة. ليش هذا نشوفه اليوم بالعراق موجود ومستمر؟ كثير من هذه الأماكن لم تحاسب حتى الآن. ما تحاسب. وهل ممكن إن نعطيهم مجال يعملون في هكذا مخازن أو هكذا ورش داخل مناطق سكنية؟ أكو داخل مناطق سكنية وهاي كارثة. زين العقوبة اللي صارت على اللي سبب هذا الإهمال ما هي؟ شنو الإجراءات اللي صارت؟ لا تلقى يدور تعويض. بالتأكيد يدور تعويض يدور تأمين. والناس راحت ضحيتها 10 أشخاص أو أكثر من 10 حسب البيانات اللي صدرت في حينها من الدفاع المدني. زين إذا نريد ننظم هذه الفوضى مين نبدأ؟ من الجهة المسؤولة عن تنظيم هذه الفوضى؟ قبل شوية قال المحافظ. المحافظ يعتمد على تقارير تعاد إلى مسبقا من قبل الدفاع المدني. زين. الدفاع المدني هو الحلقة الرئيسية اللي تحتوي هذا الموضوع. الدفاع المدني يقول لك أنا شبيدي أنا عندي قانون ضعيف أجي أبلغك أول مرة وأروح أرجع لك بعد 6 أشهر. أستاذ محمد من يدرأ الخطر عن المواطن العراقي؟ الدفاع المدني. إحنا في كل الكوارث نلجأ للدفاع المدني. يعني طفل صغير إذا علق في مكان نخابر الدفاع المدني مو تمام؟ إيه أنا شلون يقدر الدفاع المدني يخلي هاي هذا الكم الهائل من المخالفات؟ تعديل قانون 44 لسنة 2013 اللي هو خاص بقانون الدفاع المدني ومنحهم صلاحيات أوسع من الصلاحيات اللي موجودة وسحبها من المحافظين أصلاً لأنه أي مخالف عندنا داخل أصلاً أحكي لك على بغداد. زين. أي مخالفة صارت وأي كارثة صارت وأي مشكلة صارت الدفاع المدني تدخل بها وراحوا ضحايا بها ما شفنا عقوبات ما شفنا أي التزامات قانونية أو آثار قانونية على المسبب اللي صار. ذولاكم يمشون طولهم اللي حرقوا الناس اللي مات الضحايا من جرائهم ولا كأنه وأكو بضائع راحت وفلوس مليارات. هاي طبعا تأثير اقتصادي على البلد تأثير كبير جدا لكن ما يحاسب. ليش؟ أنه أكو مجاملات أكو واسطات أكو رشاوي أكو كل الطرق السيئة والدنيئة تستخدم على حساب الضحايا. هذه حتى بتحديد المخالفات وتعيين المخالفين. نعم. فلذلك أسحبها من المحافظين ماكو داعي. محافظ شنو علاقته بالموضوع؟ هاي اختصاص دفاع المدني. أنظم القانون أسوي تعديل عليه أعطيهم صلاحيات أكثر بعدين السيد اللواء هو حقوقي اصلا. زين. يعني هو ممكن يكون هو المنفذ لكل القرارات اللي تصدر. زين. وبالتالي راح يشوفون ردع قوي. زين. راح تقل هاي. ممتاز. زين انا اليوم مثلا كتاجر اجيب بضاعه بملايين او مليارات اخزنها بمكان اعرف انه هذا المكان ما بشروط السلامه قابل للاحتراق للاشتعال لاي شنو اللي يجبرني اجازف بهذا بدلا ما اجيب لي فد مخزن او اغير مخزني الى مخزن امن على اموالي؟ مطمئن انه هو يدفع مقابل انه يبقى يشتغل بهذا الاسلوب. فلذلك ليش يروح ياجر في مكان اخر وينقل لا لا ده ينطي فد مبالغ بسيطه ويسمحوا له بها. هذه المبالغ كشنو ينطيها؟ رشا رشاوي. فلذلك احنا نقول لو القانون 44 يتعدل ويسمح لهم بمصادرة كل البضاعة للدفاع المدني
وحياتك ولا تلقى أي حادث يصير عندنا، لأنه رأسا يصادرها بأمر من عنده هو، ما ينتظر يكتب بها للجهات المعنية ويروح هو يتوسط ويوصل للمحافظ أو يوصل للقاضي أو يوصل للمحاكم، ما توصل هم إيه. اعتبارهم محكمة مختصة. واضح جدا سيادة العميد. إذا المخالف، أنا اليوم إذا مخالف وتجيني لجنة تقول لي أنت مخالف، أنا إذا أعرف هاي اللجنة راح تروح تجيني بعد ست شهور، أنا هاي البضاعة مصرفها 60 مرة، بايعها وجايب غيرها وبأرباحها عود، الله كريم أقدر 100,000 طريقة أسد. ليش هذا الوقت مدة 6 شهور تخلوه حتى، وليش ماكو مثلا عندكم إمكانية للمصادرة أو حتى الغلق؟ إحنا هاي أستاذي العزيز وتعقيبا لكلام الأستاذ، يعني إحنا 1288 تم تغريمة مخالف، يعني حتى الأستاذ يعرف أنه يعني مو ما جاوبت على السؤال، ولكن أريد أربط الأحداث. لا نسبة الخطورة إحنا إيه اللي موجودة طبعاً. هو المغرم شنو المغرم؟ المغرم يعني هذا حادث حريق 90%، هذا حادث حريق أنا أخذته خليته تحت يديه. 1200 غرامة خلال هذا العام مقارنة 516 أي مقارنة بالمخالفات الموجودة بالعراق قليلة جدا. احنا مو انا مثل ما فهمتك، احنا ما نقدر يعني شيء مو صلاحياتنا نستخدمه، لا من صلاحيتنا انه نغلق ولا من صلاحيتنا نزيل ولا من صلاحيات. انا انطيتك العامل الاول وهو الهيكل العمرانية السيئة. احنا تحال انه مجمع، هذا المجمع احنا راح نقول لصاحب المجمع انه عليك مسألتين، المسألة الهندسية والمسألة الفنية، غير هذا ما نقدر احنا يعني نتدخل بخصوصياته ونمنع. انا اسال رفعتم مقترحات اليوم، اليوم الحكومة تشوف مخالفاته، يعني مثلا على سبيل المثال ما لابس حزام تعال 100,000، طابق هنا 100,000، شوية مظلل 200,000، هذه أشد خطورتها. هذا ما يأثر فقط على نفسه وماله والوضع الاقتصادي، يأثر عليه طبعا الدفاع المدني 50-60 محل. الدفاع المدني يعني لم تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الحوادث. احنا قدمنا مقترحات تعديل قانون ليكون أشد وتنطي صلاحية لمدير الدفاع المدني صلاحيات أكبر تصل إلى الغلق. يعني آني مشروع مسوي فيه مثلا 10 مليار دولار وغرامتي 1 أو 1.2 أو 3، ماكو نسبة بالضبط. فإحنا هذا أبو 10 مليار نغلق المشروع لحين إيه، هذا لأن هذا ما يتأثر بالغرامة، لحين ما يتأثر بالغرامة، لحين توفير متطلبات الوقاية السلامة وإزالة المخالفات. إحنا كشوفاتنا يعني 116,570 كشف من 1/1 لغاية 31/8. الكشف شنو معناته؟ الكشف أحدد لك متطلبات ومخالفات، المتطلبات توفرها والمخالفات تزيلها. هذه الفترة اللي جنابك تفضلت بها فترة كافية لإزالة المخالفات. أنا ما بدي أحكي لك على محل 5 في 6 ما يزيل. إيش قد نسبة اللي زالوها؟ بالنسبة 2%؟ بالنسبة للإزالة إذا ما نفذها راح كصلاحيتنا نحيلها للمحاكم الجزائية. وإيش قد يلا ينحال للمحاكم؟ وشنو اللي يضمن لك إنه هناك راح على هالأساس؟ هذا قدم الدفاع المدني بمقترح تعديل وحاليا في مجلس النواب. شو وقت تقدم هذا المقترح؟ قدم يعني فترة قريبا أكثر من سنة، تقريبا سنتين، ولحد الآن مجلس النواب ما قرر. سنتين هاي واحد. اثنين انتهينا من الشق القانوني زين، ردنا نزيد الوعي. طبعا هو احنا اعتمادنا على وعي المواطن، متى ارتفع مع وعي المواطن تنخفض الحوادث. بدينا من رياض الأطفال، يعني لربما المستمع يستهين بهالفكرة هاي، وانتهاء بالجامعات والكليات باعتبار انه شريحة الطلبة اكبر شريحة بالمجتمع. اذا وعينا هاي الشريحة راح تنخفض الحوادث، وفعلا احنا بدينا يعني بحملة سلامة طلبتنا ضمانة المستقبل، وهذا الموسم الرابع احنا على هالمستوى، لذلك احنا لاحظنا انخفاض. لربما المواطن ما يحسب هذا الانخفاض، ولكن احنا عندنا احصائيات. انا اسال ليش ما تمنع المخازن من ان تكون داخل هذه الاماكن المكتظه بالسكان المحليين؟ هذا مو اختصاصنا احنا. احنا ننبه المحافظه انه هذا البيت هو قايل للسقوط اصلا، قايل للسقوط، ومسوينه مخزن مال مواد كيميائيه. المخازن لها شروطها ولها قواعدها، كل مخزن وكل ماده لها شروطها. المواد الكيميائيه تخزن
مو مثل المواد الغذائيه، مو مثل المواد الصلبه، مو مثل المواد الغازيه. هي هذه الاماكن الخزن الاكثر خطوره، منو المسؤول عن غلق وازاله اماكن الخزن داخل احنا بالنسبه لنا ننبه المحافظه، منو المسؤول عن ازالتها وغلقها؟ الازاله لجنه تشكل من قبل السيد المحافظ. لجنه تشكل ومن ضمنها الدفاع المدني. ليش ما تلجؤون للقضاء؟ ليش انا اشوف مخالفه قدامي اقيم عليه دعوه بالمحاكم المختصه؟ تعال جره يعني هذا نقضى عليها احنا؟ ليش نضل كتابنا وكتابكم؟ هذا مخالف لقانون الدفاع المدني. انا قلت لك عندنا قانون، لا نقدر نعمل تحت القانون ولا فوق القانون. سيادة العميد، الكثير من الحوادث اللي شهدناها، احتراق محلات، عماره كامله لهذه المحلات التجاريه، عطور وغيرها، كم عمارة تم احتراقها وبعدها خالفتوا صاحب المشروع؟ يمكن ولا واحدة. لا، هذا العمارة اللي إذا تحترق هذا أصلاً إحنا حايلنا مخالف قبل الحادث. زين، الحوادث اللي بالشورجة احترقت أثر على محلة والبصفة والبصفة والعمارة والسوق، شنو راح أسوي؟ إحنا مهمتنا إنه نحيله للقضاء، القضاء هو يأخذ مجرى. أنا بالنسبة لي عدي قانون وعدي مادة، هذه المادة 2021 أطبقها على صاحب المشروع، إن التزم بيها فهو آمن، ما التزم بيها هاي نتيجة عدم التزام. زين، أكو جهات ما تلتزم تعليماتكم وتوجيهاتكم. الأستاذ علاء تحدث عن موضوع الرشوة، أنا ما أريد أتحدث عن الرشوة. أكو جهات مثلا متنفذة ما لها علاقة بتعليماتكم؟ إحنا ما لنا علاقة بالمتنفذة والغير متنفذة، إحنا هذا مخزن نتعامل كمشروع سواء متنفذ او غير متنفذ، وزير ولا فقير. اكل يوم اني الي اني من واجبي اقدم كشف الى حضرتك صاحب المشروع، سواء كنت بالدوله غير الدوله، تابع لكتله ما تابع لكتله، فقير غني، اني ما لي علاقه هاي. اني اقدم كشف اقول لك هاي متطلبات وهاي مخالفات، المتطلبات لازم توفرها والمخالفات لازم تزيلها. جيد، ما زلتها انت تحت طاله القانون ماده 2021. جيد. نعم. استاذ علاء، اسالك ليش اليوم نشوف المخازن اللي تحتوي على مواد كيميائية وغيرها يسوونها بالبيوت بالمجمعات، بيوت قديمة، وشوفها داخل هذه الأماكن المكتظة بالسكان والأسواق، وسبب يمكن صار 20 سنة 90% من أسباب الحرائق هي هذه المخازن، ليش نشوفها اليوم داخل العاصمة بغداد؟ أغلب اللي يديرون هيك مشاريع صغيرة الدولة ما تقدر لهم. أنا سامحها من السيد اللواء شخصيا، فتح فرع أتذكر للدفاع المدني في ما ادري يا منطقه ما خلوه يا لواء منهم لواءكم لواء محسن. نعم، سامحه شخصيا من عنده، راد يفتح فرع مال دفاع مدني بعد المناطق، ما انطوا موافقه، ما خلوه يبني. اكو جهات تمنع، يعني لا تتصور انت حكي خوش حكايه، قال لك احنا مو عندنا عصا سحريه، يعني معناته احنا ما عندنا القوه الكافيه لردع هذه. من يجي واحد يبني له مصنع داخل منطقه شعبيه، اتحدى القانون اذا راح يطلق عليه وقال له شيل، ما يقدر، لانه ذولا عندهم مسنودين وجهات وراهم وكذا، فلذلك الخطوره ولا يمهم. وش يصير؟ هو ما راح يتحاسب. زين، تجاوزنا على الوقت، لكن باختصار اريد شنو الوضع اليوم نشوفه بالمستشفيات والدوائر الحكوميه وتنفيذ التوجيهات من قبل الدفاع المدني؟ يفترض متابعه من الدفاع المدني شهريا او يوميا او اسبوعيا على المستشفيات. نعم. بالاخص اللي صارت عندنا حرائق كبيره بالمستشفيات، تتذكروها مال الزعفرانيه، مال اليرموك اللي صارت، فلذلك هذا تقصير كان الشعب مين. قبل افتتاحها احترق الشعب، بعده ما افتتح وهم احترق. المهم هو واقع بها المواطن، المواطن اليوم هو الحلقه الضعيفه. هسه اعطيك في الشغله، البطاقه التموينيه اللي توزعها وزاره التجاره للمواطن، زين، بواقع 6 شهور بس مطية لحد اليوم، واحنا بشهر التاسع راح ندخل بالعاشر، لحد الان 6 سلات غذائيه فقط. انا اتصلت شخصيا بعد مناشدات كثيره من الوكلاء ومن المقربين انه البطاقه التموينيه تاخرت، وليش وزاره التجاره متوزعها؟ المواطن متاثر من عندها، اكو عوائل فقيره عايشه عليها. صحيح. فلذلك صار 6 سلات مطيه، 4 سلات وينها؟ 4 سلات غذائيه يا وزاره التجاره وينها؟ 4 اشهر تاخير. 4 اشهر تاخير مال السابع والثامن والتاسع. زين. ما مطيتها. من خلال تواصلك مع المسؤولين شنو كان الرد؟ الرد اللي جاني من الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية انه اكو توجيه من رئاسة الوزراء بمنح البطاقة التموينية 10 اشهر للمواطنين
اللي مستحقينها بدل ال 12 شهر والشهرين وال 12 شهر يعطوها للرعاية الاجتماعية. الشهرين وين تروح؟ الشهرين الدولة المفروض تذوبها خلال السنة زيان. يعني المفروض بدل ما تعطيها واحد بالشهر خل تعطيها خمسة بالشهر، خمسة أيام. عندهم مواد موجودة. نعم نعم، أنا شخصيا اتصلت قال المخازن مليانة ولكن هناك توجيه بعدم صرفها. طيب مو هذا المواطن صار له هي حتى العشر تشهر اليوم يجي الطحين ورا اسبوع يجي الشكر ورا شهر يجي التمن، ثلاث اشهر صار ما منطيني لحد الان. الخبير الاقتصادي استاذ علاء الدلفي اشكرك جزيل الشكر، ومدير اعلام مديريه الدفاع المدني العميد عبد الرحمن حسين شكرا. جزيلا لجنابك. شكرا لك. مشاهدينا ملفنا الثاني راح يكون عن حالات الابتزاز اللي يتعرض لها المواطنين بسبب ممارسات السحر والشعوذه. نفتتح هذا الملف بتقرير الزميل شيبان سام. السحر والشعوذة من المعتقدات القديمة التي استمر بقاؤها حتى الآن، والتي تحمل في ثناياها سلوكيات انحرافية للسيطرة على عقول الناس المستضعفين، حيث يوقع المحتالين ضحاياهم من خلال ادعائهم على تحقيق ما يحب الطرف الآخر تحقيقه، جلب الحبيب وعقد اللسان وغيرها من الخرافات، لتقع أغلب النساء في شباك هؤلاء السحرة وبعض الرجال أيضا. تيجون الناس وذول النساء رأسا يصدقن، لأن المرأة يعني مع احتراماتي لكل مرأة، المرأة تصدق بكل شيء، فمن يقولوا لها فلان شخص أو فلان مرأة ده تسوي أعمال تفتح الرزق وتفتح الزواج وتعقد اللسان، يعني من هذا الكلام المتداول هسه بين العالم، هي راح تصدق رأسا تروح، هي ايش راح تسوي؟ من راح تروح عليها؟ راح تشجعها أن تكون بعد أقوى. واحنا دا نشوف هسه بالنجف وبالمقابر والدفن والسوالف، انا بيتي يم الشط داباوع يوميه يجون يشمرون الشياسه بها كتابات، افتح الكيسه باعه اسامي وفد قلسم وفد شغلات. يعني ذاك اليوم انا بالحارثيه نزل علي شخص عبالك يعرفني، سلام عليكم السلام، قال والدتي هنا واني محتاج 800,000، اخذتها للسياره فتحت الشك ما شطيتها 800,000، ورا ما مشي الله انكشف بان انا هذا لا اعرفه ولا كل شيء. رغم الجهود الأمنية في إلقاء القبض على متهمين يمارسان السحر والشعوذة ابتز أكثر من 400 ضحية، إلا أن مواقع التواصل أصبحت مكانا لتخفي المشعوذين لاصطياد ضحاياهم عبر الترويج عن أعمالهم، وسط مطالبات بمتابعة تلك المواقع للحد من تفشي انتشارها بين المجتمع. شلون نسيطر على هذا الموضوع؟ نسيطر على خلال القوات الأمنية، متابعتهم عن طريق البيجات، عن طريق فيسبوك، عن طريق مراصد أماكنهم، يعني شو أتابع كل منطقة وين أكو شي مواضيع، أدز أفد عنصر استخباراتي يدخل عليهم يشوف ايش يسوي يشوف، وأقضي على هاي الحالة بتاتا، قضاء بتاتا. يعني احنا ما نريد نوصل مرحلة انه نعتمد على الإنسان المشعوذ، لا، لأنه هو شنو؟ هو إنسان دجال، هو من اسمه مشعوذ. القانون العراقي ينص على عقوبات صارمة لكل من يتبع طرق احتيالية وفق المادة 456، إذ يعاقب من تثبت عليه تهمة الاحتيال بالسجن لمدة ما بين عام إلى 5 أعوام. من بغداد شيبان سامي، قناة الأيام الفضائية. مشاهدينا، محور الحديث في ملفنا الثاني راح يكون مع الباحث والأكاديمي الدكتور رياض ساجد. مرحبا بحضرتك دكتور. مرحبا بك عزيزي. جنابك والقانوني الأستاذ حسن سمير، مرحبا بجنابك. أهلا وسهلا بك دكتور. أبدأ مع جنابك، ما مدى خطورة أو انتشار ظاهرة السحر والشعوذة؟ تعرف أنه لغاية يوم أمس الأمن الوطني يلقى القبض على أكثر من 400 امرأة يعملون بالسحر والشعوذة وغيرها وعمليات الابتزاز والكثير من الطرق نشوفها. شنو يعني شخصين، مجرد شخصين ابتزوا أكثر من 400 امرأة؟ زين، إذا عدنا مثلا 500 من هاي الشخصين أو 1000، شنو راح يسوون بالمجتمع؟ شنو تأثيرهم على المجتمع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم معا وللأحبة مشاهدي قناة الأيام الفضائية الكرام. في البداية نعبر عن تضامننا مع أعزتنا اللبنانيين. نعم. ومواساتنا لهم. أحسنت. يعني هذا البلد الصغير بمساحته الكبير بالمقاومين الأبطال تعرض هذا اليوم إلى أكثر من 1000 غارة
وهذا يعني رقم كبير جدا بالحقيقة. فإحنا بقدر ما نستطيع إن شاء الله ما نقصر مع أعزتنا اللبنانيين والفلسطينيين أيضا. أما ما تفضلت به من مسألة خطر السحر والشعوذة في المجتمع، فهذا الرقم اللي تحدثت عنه رقم كبير جدا مع الأسف. اليوم المفروض مع زيادة نسب التعليم بالبلد المفروض تقل هذه القضية، لأن هي علاقة عكسية. كل ما زيد نسبة التعليم المفروض هذه المسألة مرتبطة بالناس اللي ما عندهم تعليم، الناس الأميين، الناس الجهلة. مع الأسف نشوف اليوم أكو ناس المفروض يعني يدعون أنهم يعيشون حياة مدنية، يعيشون حياة بها تحضر، ولكن مع الأسف هذا التحضر يقتصر على الجوانب التقنية. يستعمل سيارة حديثة، يستعمل موبايل، يستعمل الأجهزة الحديثة، بس عقله مع الأسف عقل العجائز مال قبل ألف سنة. هذا يعني شنو سببه؟ احنا ما نقدر نحصر الموضوع فقط على المتعلمين، نقول المتعلم يقدر يبتعد عن هذه الأمور وفقط الجاهل والأم يروح لطريق السحر والشعوذة. لأن أكو حادثة، احنا عندنا نواب بالبرلمان يروحون لقارئة فنجان ومشعوذة حتى يفوز بالانتخابات. هذه هي الطامة الكبرى. وبعصرنا الحالي لو ترجع مثلا إلى كتب السياسة العالمية تشوف رؤساء الولايات المتحدة مثلا وغيرهم من بعض البلدان أيضا يلجؤون إلى المنجمين، وهذا مشكلة كبيرة بالحقيقة. مشكلة التفكير الخرافي. لما وصلنا إلى نزول القرآن الكريم البشرية تخطت هاي المرحلة. قبل القرآن الكريم كان أكو ناس مثلا هواي يشتغلون قضايا السحر، ولحد أيام نزول القرآن الكريم كانت الحالة موجودة، ولكن القرآن الكريم الإسلام يعني وضع لها نهاية. المفروض انتهت هذه القضية، لأنه مثلا تشوف سورة البقرة مثلا تحدثنا عن الشياطين كفروا. لماذا كفروا؟ يعتبر من الكفر. نعم. يعلمون الناس السحر. ها لاحظ أنه يستعمل كلمة تعليم، حتى أنه في هذه الآية نفسها الآية 102 من سورة البقرة تذكر ألفاظ التعليم 6 مرات بمعنى أنه علم. في ذلك الوقت كان علما يتداوله بعض الناس، ولكن هذا العلم انتهى بعد ما كل أحد يدرسه ولا أحد يتعلمه، فما بقت إلا الأكاذيب. إلا الأكاذيب والابتزاز وطرق الاحتيال. دكتور إذا احتيال هو احتيال ما بقى، فما يستند على شيء، وإنما يستند على أن يكتشف من عندك أنت شو تريد، شنو تتمنى، ها يبشرك بالأشياء اللي أنت تريدها. الجنب القانوني أستاذ حسن، شلون يتعامل القانون مع المشعوذين والسحرة والمبتزين من خلال هذا الطريق؟ حقيقة شكراً على حسن الضيافة في قناتكم المحترمة، شكراً للدكتور، شكراً لحضرتك، وشكراً لمشاهدين قناة الأيام الفضائية. حقيقة هناك تعريف مختصر للسحر والشعوذة، وهي مشكلة من المشكلات التي تناولتها عبر العصور القديمة، وذلك بسبب انتشار مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل التواصل ووسائل الاتصال وتناولها عبر هذه المواقع. حقيقة إن القانون العراقي لم يضع لحد الآن عقوبة تجرم السحر والشعوذة. يعني هسه الساحر هسه اليوم إذا قوات الأمنية مثلا لزموا شخص يمارس السحر والشعوذة ماكو قانون حاليا اجتمع عقوبة. المشرع العراقي بالإضافة إلى البرلمان العراقي وضعوا حد لهذه العقوبة، سوف يتناولها في الأيام المقبلة. جمعوا القانون الليبي والقانون الإماراتي للحد من هذه الظاهرة، ولكن جعلوا السحر والشعوذة ضمن مواد النصب والاحتيال وفق أحكام المادة 456، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 7 سنوات أو 10 سنوات كل شخص قام بالاحتيال أو النصب على أشخاص للاستفادة منهم كالمنفعة المادية. زين، إذا القانون يعاقب ب7 سنوات شلون اليوم نشوف الكثير من السحرة والمشعوذين موجودين ويمارسون أساليبهم بطرق ملتوية وخداع الناس وابتزازهم؟ اليوم نتحدث عن شخصين فقط مبتزين أكثر من 400 امرأة لممارسة أمور لا أخلاقية
واستغلالهم بالأموال والكثير من هذه الأمور. شخصين فقط 400 امرأة. حقيقة أستاذ العزيز هذه الظاهرة ترجع إلى الشخص نفسه، عدم التوعية والجهل. الجهل استخدموا الشغلات الانتحالية، الرغبة من هذه الحد انه تعايق لا اسوي لك عمل، تتخلصين من فلان شخص، استخدموا كوم طرق احتيالية ليوقعون الناس. إذا اليوم نشوف المشاهير والبلوغرات ونواب البرلمان يلجؤون لهذه التخلف، تخلف حقيقة تخلف، لأن إذا شخص واصل مرحلة سواء غني أو فقير إذا يلتجئ لهذه الظاهرة إيش نتوقع؟ نتوقع إنه العالم راح تقلد هذا الشيء. جيد دكتور، القانون يعاقب، لكن بالتالي اليوم نشوف الكثير من السحرة موجودين ببيوتهم، حتى البعض يجوز عندهم محلات يقول لك أنا روحاني ما أعرف شنو، بس هو يمارس السحر وشعوذة وبسهولة تقدر تروح لأي مكان تسأل بأي منطقة أم فلانة أم علانة أم عباس أم يوسف أم الكثير من الأمور. زين ليش نشوف ذولي موجودين لحد الآن يمارسون أعمالهم بشكل مريح إذا كان القانون يحاسبهم بسجن 7 سنوات وأكثر؟ نعم أستاذ محمد، ما ذكرته حضرتك قبل قليل عن بعض النواب مثلا أو بعض المشهورين، هذول بالحقيقة هم ما عندهم استحقاق فعلي لهذه الشهرة. نعم. مو هم مشهورين مثلا بطلب العلم، مثلا مشهورين مثلا بالنضال مثلا لما يصير عضو بالبرلمان، وانما بالحقيقه هذه الايام ايام الصدف، يعني تجيب بعض الناس يعني يتقرب الى حزب معين ويصير له مثلا رواج بالاعلام، مثلا يصير له مثلا بث بالتيك توك او شيء من هالقبيل، يصير له يعني اقبال على، مو شرط هسه انت تشوف مثلا تشوف عالم فيلسوف ها والناس ما تشوفه ولا تكترث له ولا تهتم له، وتشوف واحد مثلا ها او بنيه مثلا احيانا يعني تعرض مشاهد خادشه للحياه مثلا، نعم. وتشوف عليها اقبال كبير جدا، هذا مو مقياس، ما نقدر نقيس عليه، حتى لو تذكر حضرتك تقول مثلا انه فلان يروح للسحارين يشوف، هذا من ضعف العقل وهو اصل عنده، مو قضيه غريبه، انه هو فعلا هو مو لانه صار مشهور معناه انه عقله صحيح، لا الشهره مو هذا اكثر. اما ما سالت عنه حضرتك، يعني اسمح لي اكمل القضيه، وزاره الداخليه ما اقول مقصره، بالعكس وزاره الداخليه تؤدي واجب كبير جدا، ولكن هذه القضيه شويه هم مقصرين بها بهذه القضيه فقط. يعني مثلا على سبيل المثال انا شفت فد واحد مثلا بالنجف الاشرف ايام الانتخابات ادعى، هذا نصب واحتيال وهذا انتحال وكذب واوهام، ادعى انه عنده رساله من الامام المهدي عجل الله فرجه الشريف، وانه الامام بلغه انه اي واحد راح يروح للانتخابات ايام الانتخابات هو راح يصاب بالسرطان، واسرته ايضا كلهم راح يصابون بالسرطان. يعني هذا كلام غريب جدا غريب، ومع ذلك هذا قدر يوصل رساله لعدد طبعا لانه هو عنده بث، عنده بث يصل الى الاف يعني يشتركون وياه، هو كل شويه صحيح مخليل عمامه على راسه، بس هو كل شويه عمامه وبنفس الوقت يقول لك كبس كبس، يعني شيء غريب حقيقه يعني ها. فهذا لم يمر به احد، ما حد يحاسبه، ما حد يقول له انه انت شلون تقول هذا الكلام عن اللي دا يشاركون في صناعه الوضع السياسي بالعراق. شلون يصير التغيير؟ هذا غير التغيير يصير عن طريق الانتخابات، هذا شخص عن طريق هذا التفكير الخرافي. ممتاز، هذا شخص. زين نسأل اليوم على مؤسسات إعلامية اللي المفروض هي تحمل رسالة بكل صدق وأمانة وتوعي الجمهور والمتلقي. تعرف اليوم يمكن النساء الأكثر ميالات لهذه الأمور، خاصة اللي توقع بمشكلة، اللي عندها مشكلة مع زوجها، اللي غيرها أطفالها، تلجأ لهذه الأمور وتنخدع ببساطة. زين اليوم لما نشوف وسيلة إعلامية تستضيف إحدى المنجمات أو السحرات أو غيرها، ويجي المقدم يسألها راح أقول شيء بداخلي وأنت لازم تعرفيه، ويقولها إي والله صحيح، كم ألف امرأة وشاب وكبير وشخص راح يصدق ويلجأ لهذه؟ هذه الدعاية، هذا إعلان مدفوع الثمن. صحيح. إيش قد نسبة تأثير هذه الرسالة وهذه البرامج على المتلقي؟ وشو اليوم شوف المفروض هذه البرامج يعني صراحة يعني يجب أن تتوقف. نعم، هذول بالحقيقة مثل هاي الشخصيات، دعني أذكر الأسماء، يعني
اللي منزعج منهم أنا بدرجة كبيرة جدا، الشيباني مثلا أبو علي الشيباني أو هاي اللبنانية ما أعرف شنو كذا، هذولا بالحقيقة هذولا مرتبطين بأجهزة مخابرات عالمية، هذا ما يتكلم من نفسه وإنما أجهزة مخابرات تطلب من عنده إنه عن الوضع اللبناني يقول كذا، عن الوضع العراقي يقول كذا، عن الوضع المصري يقول كذا كذا كذا، يروجون لأشياء هم يريدوها تحصل ويهيئون الناس يهيئوها إعلاميا حتى تكون مستعدة لهذا اللي الحدث اللي راح يصير. هذا بالحقيقة شغل مخابرات، ها مو القضية قضية إنه هو منجم أو شيء أو كذا، وهو بالحقيقة هم أنا أكو مشكلة بالمحتوى الهابط، هذا محتوى هابط. نعم. جي. ها لما برنامج مثلا بدل ما يطلعوننا برنامج علمي يطلعوننا ناس منجمين وقنوات، مع الأسف قنوات منجمين والفلك الكذا وانت اللي برج ما ادري شنو، لا هذه خرافات عفى عليها الجميع، خليها توصل رساله للشارع انه هذه صحيح كلامها صحيح ودقيق باكثر من مره، وبالتالي حتى يعني اليوم حاولنا نتواصل مع احدى هذا واجب، خليها بالواتساب بس تدخل على سعر قراءه الفنجان بورقه ونص، قراءه المدري شنو بورقه، اقل شغله عندها $100. استاذ حسن اذا سمحت بس هاي النقطه اقول هذه واجب شبكه الاعلام اللي هي هاي شبكه الاتصالات ان يراقبوا هذه الامور، الاعلام والاتصالات يراقبوا هذه الامور، وان اولا هم يمنعون هاي القنوات من البداية أصلاً، يمنعوهم شنو الأشياء اللي لازم يتجنبوها، وبعدين جي. إذا شافوها لازم يحاسبوهم ويوقفون هذا البث. جيد دكتور جازنا على أستاذ حسن، من خلال عملك في المحاكم والدعاوي يعني بالتأكيد مر عليك الكثير من هذه القضايا اللي تم استغلالهم بواسطة السحر والشعوذة، اروي لي فد قصة أو قصتين من هذا الموضوع. حقيقة أستاذ عندي أحد الأشخاص جديدة أتوكل عنها أنه أحد الشوافات استغلتها ماديا، تمام، طلبت منها فلوس، تمام، بالإضافة إلى اشترطت عليها أن ممارسة الجنس مع أحد الأشخاص لغرض تفعيل السحر. لازم على نجاشة. ممارسة السحر ما يشتغلون على نجاشة. زين هذا الأشخاص هي جايبتها السحارة يعني من طرفها؟ نعم من طرف السحارة وفرضتها إنه تريد العمل يكمل إنه لازم تمارسين الجنس مع أحد الأشخاص. لجأت للقانون. تمام. زين. القانون تقول لك أنا أخاف من العرف العشائري. إحنا زين. مجتمع عشائري. تمام. يا بنت شو داج على هيك اشخاص تقول انا مثل صديقتي يعني راحت بدها تعمل عمل او شيء قالت تعالي خلي اسوي لك عمل بلكي الله تاخذين قسمتك او شيء، راحت انه طلب منها ممارسه الجنس، تمام، قامت تستغلها، استغلتها ماديا نعم واستغلتها جنسيا، بالاضافه قامت تبتزها اكثر من مره. دخلنا هنا لما انا اقيم شكوى، قيم الشكوى على الابتزاز الالكتروني. زين. الابتزاز الالكتروني هي كل عمليه تهديد الضحيه بنشر صور او مواد فيلميه تخص الضحيه. نعم. مقابل منفعه ماليه او تخريب العلاقات العائليه بين الافراد. جازنا على الوقت القانوني حسن سمير، اشكرك جزيلا الشكر، والباحث الاكاديمي الدكتور رياض ساجد، شكرا شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا. مشاهدينا قبل أن ننتقل لموجزنا الخبري خلونا نشوف أبرز ما جاء في منصة إكس حول بيان الإمام السيستاني بشأن التضامن ودعم الشعب اللبناني.
ختام الحصاد بموجز يلخص أبرز أخبار اليوم. الإمام السيستاني يعبر عن تضامنه مع الشعب اللبناني ويطالب ببذل كل جهد ممكن لوقف العدوان الهمجي. الإطار التنسيقي يؤكد أن بيان المرجعية الدينية العليا يشكل خريطة طريق واضحة لمن يرغب بدعم وإسناد لبنان وفلسطين. الشيخ همام حمودي يؤكد للسفير الروسي بأن أي تصعيد إسرائيلي سينعكس على كل دول المنطقة. الفياض يعلن استنفار الحشد الشعبي لإبداء كل أنواع المساعدة على الصعيد الإغاثي والإنساني إلى لبنان. العتبة العباسية المقدسة تعلن تهيئة كل ما يلزم لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب اللبناني. مشاهدينا، حصاد الليلة انتهى، شكرا لكم وإلى اللقاء.